بالظبط. ان انا ما عملتش قبل كده عمل عشان كان فاضي فلوس، لا. عمل ايه فني؟ حتى في البدايه لا. اصل اقول لك على حاجه، احنا دايما محتاجين فلوس خلاص، ودايما ما بيجيليش غير الحاجات اللي هي طليق بيا خلاص. حاجه ما بتليش بيا والله ما برد، ما هشتغل ليه؟ لا، ما بيجيلي ساعات برامج، فيها فلوس كتير قوي خلاص كده. يعني لو انا شايف انه برنامج هيخسرني مش هروح، هيخسرني الناس برضه للباك، مع ان في فلوس كتير. ماجد بادئ فن يا جماعه، فاهم الفكره؟ كتيره من بدري. يعني ممكن اجي لك كمذيع مثلا في توك شو، فانت تقولي جمله فانا اتخطف فارد عليها، فالصحافه تروح واخده الجمله دي بروز، ماشي، بروز، انشر، اطبع، ماشي، تلاقي نقعد بقى نهري مين اللي خسر. انا اللي خسرت، خسرت فلوس كتير، بس فلوس هتخلص، بس دي هتقعد لي بقى خلاص، دي توثقت. بس في ناس بتشوف ان انا مسير جدل والناس بتتكلم عليا وفي حواليا كلام، ده انا جاي. انا مش لا، كنت متوقع النجاح اللي حصل لضرب نار ده من البدايه. شوفي، النجاح يعني بإيد ربنا سبحانه وتعالى. احنا ما علينا اننا نشتغل، معنا موضوع حلو، معنا شركة كبيرة جدا، معنا كل العناصر، معنا نجوم، معنا كل عوامل النجاح يعني ان شاء الله. يعني كان عندنا توقعت الحمد لله. عايزين نعرف ايه اكتر 3 امنيات مثلا ماجد المصري نفسه هو يحققها؟ 3 امنيات على المستوى الفني ولا الشخصي؟ الشخصي بقى الفني بشكل عام. ما عنديش اكتر من ان انا ربنا يديني العمر واشوف ادم ودليده في الكوشه. دول اه والله عامله فولو لقيتهم على